مثلا يا آدم، سوف نبدأ إن شاء الله مع هذا التمرين. أريد منك أن تذكر لي اسم كل عضو وتكتبه لي في ورقة إن شاء الله. جيد؟ حسنا، نعم، ابدأ، قل العضو ثم اكتبه، قله ثم اكتبه، وفي النهاية ستريني ماذا كتبت إن شاء الله. جيد؟ نعم، ابدأ بأول واحد هنا. هذا شعر. جيد، أكمل. هذا أذن، هذه أذن، نعم، ما شاء الله، ممتاز. هذه رقبة. رقبة، رقبة، ممتاز، قلها مرة أخرى. رقبة. جيد، أكمل. أذن، هذا كتف. ممتاز، ما شاء الله، أكمل. هذه يد. رائع، هذه رجل. جيد، ما شاء الله.